خاص يكون عندنا واحد طموح واحد الامل باش نوضو الصباح تقنا وهذاك الطموح هو اللي يخليني ندير واحد الاهداف معينه. اذا واجبنا يكون عندنا اهداف في الحياه وهذاك الهدف سميت مميزات ديالو. اهم حاجه في هذا الهدف يكون كيفيقك الصباح ماشي عادي زعما ماشي غنجي غير الخدمه غنكون كنخدم يمكن غنجي باش نادي واحد الوظيفه اللي غتعود بالنفع للمجتمع والمحيط تتعرف يكون عندي هدف كبير بزاف اللي كيفيقني الصباح. ثاني حاجه هذا الهدف هذا خصو يكون ايكولوجيك زعما طبيعي طبيعي بان ما كيضرنيش وما كيضرش المحيط. ما نفكرش هدف غير ليا انا واحد الطاقه عند الانسان الداخل اكبر من داكشي اللي كيتصوروا يعني فريمون اكبر. وكاع دابا الناس اللي كيسمعوني كنقول لهم انت ولا انت اللي كتسمعيني كنصور عندك واحد الطاقه ايجابيه لداخل كبيره تهجم كما تقولوا او اكثر. دونك تيقوا في هذه الطاقه هذه. دونك الهدف يكون ايكولوجيك ويكون تينوضني الصباح ومن بعد يا ربي نخدموا نزيدوا الوظيفه يكون سبيسيفيك يكون محدد نعم ما يكونش غير مبهم.